أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام من جديد في بيت حواء. تحية صباحية لكل من ضم إلينا حاليا ويا ميت هلا. ما يعرفه إلا اللي راح وجربه وعاش الكفاح، يمكن تعب لكن وصل ثم استراح. النجاح أكيد هو محصلة اجتهادات صغيرة تتراكم يوميا بعد يوم، أكيد يوما بعد يوم، وحتى فعلا تتكلل بقصة كبيرة جدا من النجاح. قصص النجاح جميلة دائما، ومن هذه القصص التي لمسناها في نتائج الثانوية العامة اليوم يسعدنا أن نرحب بالطالب عبد الله ملص. يسعد صباحك يا عبد الله. أهلا وسهلا فيك. إيه الله يكرمكم على هاللفت الرائع أنكم استضفتونا. الله أهلا وسهلا فيك. ومدير مدارس العمرية الأستاذ سامر أبو عيشة، أهلا وسهلا فيك. حياكم الله. يعني الطالب عبد الله ملص المركز الثاني على مستوى المملكة بمعدل 99.9 الفرع العلمي. ما شاء الله، ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. ما شاء الله عليك، جهود يعني قيمة، يعني نتوفى وخلص. خلص تفوق على الأول كمان. عشرة. نعم ما شاء الله. حدثنا عن نظامك الدراسي في الثانوية العامة. هلا أنا يعني أكيد الواحد لما بده أول إشي قبل ما يبلش توجيهي بده يحط بباله هدف، لأنه التوجيه أصلا هي أصعب مرحلة بحياة الطالب، لأنه في عليها ضغط اجتماعي وإعلامي كثير. صح. وهي أصلا مفتاح النجاح يعني. أنت إذا بدك تكون ناجح بحياتك يعني كثير التوجيه بيساعدك. فأنا أول من البداية كنت حطت ببالي أنه أجيب معدل عالي مشان أقدر أدخل التخصص اللي بدي إياه اللي هو طب. نعم ما شاء الله. بالجامعة الأردنية إن شاء الله. نعم إن شاء الله. فأنا من بداية العطلة الصيفية كنت أدرس المواد العلمية، الفيزياء والكيمياء والرياضيات، درست شوي إنجليزي يعني مشان أخفف. يعني لما تيجي المدرسة ما يكون في ضغط كثير، وانا هذا يعني نصيحة بنصحها لكل الطلاب انه بالعطلة الصيفية يقطعوا قد ما بيقدروا. هلا في طلاب بيقول لك بديش اتعب حالي من العطلة الصيفية، خليني ارتاح لانه ملحقين على الدراسة. انت مع ولا ضد؟ لا طبعا ضد، لانه انا في شغلة يعني تعلمتها بعد ما هذا، بعد ما خلصت التوجيهي وجبت هذا المعدل، بنصحها للطلاب اللي بتواصلوا معي هلا اللي طالعين على توجيهي. بقول لهم دائما انه اللي بتعب حاله بالعطلة الصيفية وبتعب على حاله صح بيريح حاله بالمدرسة. بيرتاح بعدين. لانه كل ما قطعت اكثر بالعطلة الصيفية بالمدرسة ترتاح، يمكن بتحس حالك عم بتراجع المواد. بتراجع الصيفية. بتصير شغلة مراجعة أكثر. فأدائك بالامتحان أكيد بيكون أكثر وأفضل بكثير. وهذا بيعطيك فرصة أنك تنافس غيرك وتجيب أعلى منه، لأنه التوجيه أصلا هو يعني منافسة. منافسة فعلا. زي اللي داخل مسابقة وبدك تحصل. يعني مش بس التوجيه. التوجيه مش بس أنك تجيب معدل عالي، خصوصا إذا بدك تخصص مرتب يعني طب أو هندسة مثلا. هو فعليا في تخصصات ثانية أكيد أحسن من الطب والهندسة، بس لأنه نحن هون مجتمعنا يعني بننظر للطب والهندسة أنه هم أحسن إشي، ونحن بدنا نغير هاي النظرة بصراحة. بس إجمالا يعني إن شاء الله تتغير يعني. يعني بنتمنى أكيد كل الطلاب يجيبوا معدلات عالية أكيد ومتفوقة. بدي أجي لحضرتك أستاذي الكريم أستاذ سامر، يعني حدثنا عن أهمية دعم المدرسة للطالب المتفوق. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء شكرا لكم على الاستضافة. أهلا وسهلا. ويعني هذا شيء مش غريب على حياة فهم، دائما مع نبض الـ الناس، وهذا شيء يعني الكل بلمسه، فالله يجزيكم الخير. الحقيقة رب. إحنا يعني في المدارس العمرية يعني ديدنا في موضوع طلاب التوجيهي، الاستعداد يبدأ من الأول ثانوي حتى قبل عام التوجيه. نعم. يعني إلهم نظام خاص في الدوام، في الحضور، في المغادرة، أيضا إلهم نظام خاص في الحصص. معلمينهم تقريبا مفصولين بشكل كامل عن باقي المعلمين، لا لشيء إلا لأنه يعني نعطيهم خصوصية أكبر. نعم. ويكون في اهتمام أعلى وأنجح إن شاء الله. هل إحنا بكل أمانة يعني طلابنا يعني من فضل الله يعني دائما متفوقين، دائما مميزين. عبد الله كان بالأول ثانوي معدل 99 ما شاء الله. في التوجيه معدل 99.9. بحكي لك عن 17 طالب عندنا تجاوزوا 98 معدل في التوجيه. جميعهم كانوا يعني عندنا معدلاتهم بالمدرسة يا نفس المعدل يا أقل شوي يعني بالوزارة. فإحنا علمتنا الحمد لله فضل الله بالمدرسة علامة حقيقية، علامة صادقة، وهذا بأهل الطالب يكون مستعد للتوجيه بطريقة صحيحة. يعني كنت متوقعين أنه يكونوا فعلا من المتفوقين وعلاماتهم عالية بما أنه كانوا يعني بالبداية هيك؟ إحنا كنا متوقعين مش بس عبد الله، كنا متوقعين عبد الله، وكنا متوقعين غازي 99.5، وكنا متوقعين مجموعة من الطلاب صراحة أنهم يكونوا. في الأدبي عندنا الطالب أحمد حجة 98.6 أيضا كنا متوقعين الأول على المملكة، لكن يعني بالنهاية يعني سبحان الله هذا يعني قدرهم ونصيبهم. بس فعلا إحنا متوقعين نعم
أكثر من طالب. كل علامات مشرفة. نعم. فضل رب العالمين. نعم. نرجع عندك عبد الله، أنت كنت متوقع بنفسك يعني هاي النتيجة، شو كانت ردة فعلك بس عرفت إنه أنت الثاني على المملكة؟ والله فرحة ما بعدها فرحة. توجيهي دائما بيكون لأنه أول فرحة هو بحياة الإنسان يعني بتكون أعظم فرحة. يعني وخصوصا إنه لما الواحد بيعرف حاله من الأوائل خلص يعني بيريح على مستقبله. حلو. الواحد بيضمن مستقبله يعني دائما انه اللي بيجيبوا من الاوائل بيضمنوا حالهم لبعدين يعني. وقديش اهلك كانوا مبسوطين؟ والله يعني انا قبل بيوم اتصلوا فيني زي ما اتصلوا بالبقية. كنت قاعد بدق على باب صاحبي، اتصلوا فيني قالوا لي انت من الاوائل يعني بدك تيجي بكره ان شاء الله. رضا ارتحت ارتح ضميرك؟ ارتحت الحمد لله. بس ما كنت عارف اكيد المعدل. لا لان هم ما حكوا لا الترتيب ولا المعدل. حلو كثير. جميل. طب تحكي لنا عن دور الأهل والمدرسة بدعم الطالب، قديش فعلا كانوا أهلك يساندوك مدرستك؟ هلا أول إشي الأهل، أنا كتير بشكر أمي وأبوي ووجه لهم تحية إنهم يعني وفروا لي راحة نفسية بالبيت. ما كانوا يضغطوا علي يعني، في كان مسؤوليات مثلا علي قبل التوجيه ريحوني منها، قالوا لي أنت هلا تفرغ لدراستك. يعني لا تهتم بالشغلات الثانية، إذا كان عليك مسؤوليات من قبل نحن ريحناك منها. حلو. ما كان في ضغط ابدا من امي وابوي يعني ادرس تطلع ايش لا تفوت. ابوي ولا مره كان يقول لي ادرس، هو عارف انه انا لحالي، عارف اروح ادرس لحالي وعارف شو علي مسؤوليات. انت منظم حالك. وما كانوا يطلبوا مني انه يلا بدك تجيب 99 او بدك تجيب 98. يعني كانوا يقولوا لي دائما روح قدم اللي بتقدر عليه واللي بيجيبه الله منيح. ممتاز. لانه في كثير طلاب، معظم الطلاب اهاليهم بيضغطوا عليهم للاسف، والمشكله انه هذا الضغط ما بيكون أثره إيجابي على الطالب، بيكون أثره سلبي. صحيح. لأنه الطالب بصير يحس فيه على كتافه جبل بده يخلص منه، جبل الدراسة وجبل الضغط. أنه يلا بدك تجيب المعدل. نعم. طب خلينا نحكي أستاذ سامر عن دور التأسيس في التعليم في إنتاج فعلا جيل متفوق. يعني الحقيقة هو التوجيه ثمرة، لكن هو يعني كل نظام تعليمي نظام بنائي. فطبيعي جدا أن هذا الطالب يعني بمر بمراحل من حتى من الروضة، حتى يعني يمكن ما قبل الروضة. والتأسيس مش بس علمي، يعني تأسيس الجانب النفسي، الجانب الوجداني، الجانب المهاري، الشخصية قديش كمان بتلعب الشخصية دور الشخصية، وهذه الأمور حقيقة كلها أمور متكاملة بالنهاية. فالحقيقة يعني إحنا يعني واجب المؤسسات التربوية، المؤسسات التعليمية أنها ترعى النشأ بكل جوانب النفس الإنسانية حتى نصل لثمرات حقيقية وصالحة، ونصل لشخصية سوية بغض النظر. يعني هذا المعدل شيء جيد وشيء مفخرة وشيء جميل، لكن حقيقة احنا يعني بهمنا هذا الطالب المتفوق يكون بالمستقبل، وهذه رسالتنا احنا لطلابنا في المدارس العمرية، انه انت رايح على بدت حياتك الآن بعد التوجيه، مش انتهت الدراسة بعد التوجيه. نعم. هل انت رسالتك في الجامعة تكون شخصية مؤثرة فاعلة إيجابية، تخدم وطنك، تخدم دينك، تخدم أمتك، هذه الرسالة اللي دائما بنبثها بطلابنا حتى يعني فعلا نكون لنا أثر على مستوى البلد، مش بس أثر. نعم. عم انه احنا خلصنا توجيه وانتهى الموضوع. نعم. يعني ألف ألف مبروك التفوق، وان شاء الله نشوفك دكتور كبير ونيجي بنزورك. مش مرضى بنزورك نبارك لك. ان شاء الله. بس يعني اذا تكرمت علي يعني بس عشان عنا موجز. نعم. بشكل سريع حقيقة أنا يعني بشكر كثير معلمين اللي أشرفوا على عبد الله، والحقيقة زي ما حكيت هو يعني عبد الله المعلمين درسوا في التوجيه، وأنا بقصد كل المعلمين اللي أشرفوا على تدريس. نعم. عبد الله وزملائه. نعم. في المدرسة. فالحقيقة هذا المعلم هو 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 السر الحقيقي في النجاح. أكيد الله يجزيهم كل خير يا ربي. بس لو تسمح لكم أكيد يعني نحن عنا موجز ودقة الساعة 11:00 يعني ثواني سريعة. يعني أشكر المعلمين، معلمين بالمدارس العمرية كلهم اللي درسوني بالتوجيه أو سواء قبل التوجيه، لأنه هم عن جد كان لهم الدور الأكبر أني أنا أجيب المركز الثاني إن شاء الله. نعم. أكيد تحياتنا للمعلمين ولأهلك، وبنشكر أكيد الأستاذ سامر أبو عيشة مدير مدارس العمرية، يعطيك ألف عافية وألف مبروك. عبد الله ملص تحياتنا لإلك.